Assalamu alaikum, welcome back to Mo channel. So right now guys, we just got here. لسه جايين طبعا بنستعمل الشريم واللي هو الدود. فان شاء الله احنا جايين بس للسمك اللي هو الصغير زي السمك الدنيس اللي بنطلعه على طول في كل البيجهات. فطبعا احنا لسه جايين دلوقتي، المايه طبعا مش مستقره، وخليكم معانا ونرجع لكم ان شاء الله بعد شويه. لكم بسم الله الرحمن الرحيم. محمود سلطان سيبه يقع. Sea robin. Sea robin, guys. That's the first luck so far. So catching on the small fish run, but whatever you can see. Hook طبعا زي ما شايفين صغير خالص. وده تعتبر ايه اول حاجة. في ناس طبعا ان هو بتاكله وبيعملوا عليه شوربة وبياكلوه، بيبقى برضه طعمه حلو كده، بس بقى ايه، ليه تنظيفة معينة، بتشيل له الأجنحة وحاجات زي كده. فطبعا انا ما باكلهوش طبعا، فلو حد عايز اوديه له، ده ملوش ليميت هنا اهوت ولا ليه سايد، يعني مسكه كبير صغير بنخليه. ف ان شاء الله خليكم معانا نرجع لكم بعد شويه. كمان باكلي شجاعه. سمول بورجي تو. سمول بورجي. Nice. We just guys, we come out today only for porgy. So far we got a few. This is one of them. We got a piece into the water because I think it's like smaller. So alhamdulillah, we had a good time. So stay tuned. Coming back. تاني واحدة لمحمد. بسم الله ما شاء الله. Let's see, I hope so. Keeper. Okay, that looks small. That's another small one. It's not bad. دوت يعني معظمهم صغيرين. بيضربوا على الاثنين، يعني احنا بنستعمل البلاد وورم والشريم اللي هو بيقول عليه في مصر الدود والجمبري. هم يعني شغلنا على الاثنين، على الجمبري وعلى البلاد وورم. يعني it's not bad. الحمد لله. طبعا دي صغيرة، دي طبعا احنا لو معانا سنارة كبيرة ساعات بنستعملها بيت السنارة الكبيرة للسمك الكبير، بس طبعا ديت ايه، احنا بس شغالين ايه على اللي هو السمك الصغير. ف ان شاء الله نرجع لكم حاجة احسن. ستي تيون. Oh, this is crab. The body. Bismillah, mashallah. Oh! Right there, guys. I'm a part of Bismillah, mashallah. يعني الوقت بتاع النهارده كويس حلو برضه. جاب كابوريا زي ما انتم شايفين. Bismillah, mashallah. Let's see if this one is gonna be a keeper or what's going on. So far كل اللي بنمسكهم صغيرين شكلها، يعني ها I think it's like yeah, this one you look like 7-8 but we gotta see like you know السايب برضو بتاعها ايه. On the blood worm. لو برضو على البلاد ورم، لو برضو السايب بتاعها صغير we gotta يعني الماء برضو نرجع الماء تاني. يعني ان شاء
الله خير. استنونا ونرجع لكم بعد شوية ان شاء الله. دي شكلها كبيرة شوية. Let's see. Maybe it's flounder. لو سمك موسى او ممكن تكون لو هي زي سمك الدنيس. بس دي شكلها بسم الله ما شاء الله. اوه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعة. دي محمد النهاردة بسم الله ما شاء الله مبدع. بسم الله ما شاء الله. جاب الاثنين شكلهم كيبر. ديت اكبر اللي هي الناحية ديت. دي شكلها يعني 100% مش محتاجين ان احنا نقيسها. ودي بسم الله ما شاء الله. اللي جنبها برضه نفس الحكاية. وحاجة جميلة جدا يعني. ويا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. ان شاء الله يعني محمد بسم الله ما شاء الله معلق بتاعي. هو بيحب يستعمل سبحان الله بيحب يستعمل السناره بتاعتي ديت ويقول لك الناس تعملها. يعني سبحان الله بقول لك كل يوم لما بيجي يستعملها بتدي له لك. لو انت لاحظت في كل الفيديوهات هتلاقي ان محمد بيحب يستعملها عشان بتدي له لك. ف ان شاء الله استنونا نرجع لكم بعد شويه ان شاء الله. ازيك يا محمد؟ ريجا another crab. برضو كابوريا برضو بس دي صغيرة النوادي صغيرة. It's a blue crab. Blue crab. بسم الله ما شاء الله حلوة جميلة. بس طبعا يعني دول برضو ايه بنرجعهم المية تاني. بنرجعهم المية وان شاء الله خليكم معانا ونرجع لكم بعد شوية ان شاء الله. لا ما شاء الله محمود hooked onto something. Let's see what he caught this time. More porgy? Oh, nice porgy too. I think it's good size too. But برضه نشوف برضه نقصها. نشوف إذا كانت keeper ولا لا. إحنا so far عندنا I think زي ثلاثة keeper. دول برضه دي برضه نقصها ونشوف السايز بتاعها إيه. إن شاء الله. نرجع لكم بعد شويه. ما شاء الله محمود hooked on to something. Let's see where he caught this. It's a porgy. Another porgy. احنا عمالين بيمسكهم يعني left and right left and right. بسم الله ما شاء الله يعني. مع ان المياه حتى بتاعت محمد برضه بتضرب ايه برضه يعني. بسم الله ما شاء الله. دي برضه هنشوف الناس برضه بتاعها. لو معديه التسعه بنخليها. لو تحت التسعه لازم نرميها بنرجعها المياه. فستي تون كمان باك ان شاء الله. المياه طبعا زي ما انتم شايفين كده برضه لسه مش ناحيه الشمال والمياه يعني مش مستقره. يعني بسم الله ما شاء الله برضه في مع المياه ديت ان احنا برضه بنطلع السمك دوت. السمك ده هنا في امريكا بيحب المايه تكون هاديه. ودي بسم الله ما شاء الله حاجه ثانيه يا محمد الله برضه. ان شاء الله في اخر الفيديو هنوري لكم بامر الله كل اللي احنا اصطدناه. واستنونا ان شاء الله في اخر الفيديو هنوري لكم برضه كل اللي اصطدناه ان شاء الله. عن برضه ايه هنعمل لكم فيديو قصير ان شاء الله اخر الفيديو. واستنونا ان شاء الله بعد ما نخلص صيد ونرجع لكم ثاني بعد شويه. بسم الله ما شاء الله عندنا هنا وهنا بسم الله ما شاء الله. Watch out. Come here. Come in, go ahead. Oh. MashaAllah. Bismillah, MashaAllah. Guys, like, you know, guys, you can see two fishing rods, you know what? بس دي شكلها ايه keeper ودي شكلها صغيرة لمحمد. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جدا. Stay tuned. Come back. Something. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله طلعنا يعني اكتر من 15 واحده بس او 20 واحده بس معظمهم كان صغيرين. سو يجرى ليس ترواره. فاحنا بنقيسهم طبعا لو عدوا التسعه بتخليهم لو ما تحت التسعه بنرجعهم الميه تاني. اللي بيطلع لهم تيكت $500 لو خلفهم. السلام عليكم حبايبي حلوين. يا رب ان شاء الله كل الفيديوهات كلها بتعجبكم. احنا طبعا قلت لكم في فيديو من الفيديوهات ان شاء الله هعرض لكم كل السمك ان شاء الله اللي احنا صدناه في اخر الفيديو. وطبعا دوت
اللي دول المسموح لنا ان احنا نخليهم عشان دول ايه معديين التسعة انش زي ما انتم شايفين كده اهوت. اللي تحت ال 9 انشز لازم نرجعه من الميه تاني، فدول يعني ايه السايد دوت كيبر. فده كان اخر حاجه لينا، فحبينا ان شاء الله يعني ايه نوريكم ايه الحاجه اللي احنا صدناها النهارده. يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم وتكونوا بتتبسطوا من الفيديوهات، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، ونقول لكم تصبحوا على الف خير.